سؤال، من هم الكتبة والفريسيون في العصر الحالي؟ طبعا في العصر الحالي لا يوجد أشخاص نسميهم بالكتبة والفريسيين، لكن إذا كان صاحب السؤال يقصد أن أشخاص لهم صفات الكتبة والفريسيين، الفريسيون هم الأشخاص اللي كان عندهم الحرفية في معرفة الناموس، والكتبة كانوا أكثر الناس معرفة بوصايا الله. ليه؟ زمان ما كانش فيه مطبعة، دلوقتي بالمطبعة تتعمل عشرات الآلاف من نسخ الكتاب أو مئات الآلاف والناس يقروا بدون تعب. لكن زمان كانوا ينسخوا الكتاب بخط اليد، فطبعا الكتب اللي كانوا بينسخوا الكتاب بخط اليد كانوا هم اللي عارفين وصايا ربنا، لان هم اللي بيكتبوا، خصوصا كانوا بيكتبوا بكل عناية وكل تأني وكل هدوء وكل حرص، فكانوا اعرف الناس بالكتاب، اكثر الناس معرفة بالكتاب. لكن الكتبة والفريسيون كانوا حرفيين في تنفيذ الوصايا، حرفيين، ولذلك وبخهم السيد المسيح من أجل حرفيتهم، وخصوصا في متى الإصحاح 23، وقال لهم: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، وأنتم تغلقون أبواب الملكوت، لا دخلتم ولا جعلتم الداخلين يدخلون. فإن كان في عصرنا حد ينطبق عليه هذا الكلام أنهم حرفيون ومتشددون بالطريقة بيغلقوا بها أبواب الملكوت، أو أنهم يعرفوا الوصية ولا يعملون بها، أو أنهم يحملون الناس أحمال عسرة الحمل لا يستطيعونهم أنهم يحركوها بأصابعهم، فدول يبقوا